الساعة تشير إلى الثامنة صباحا، المسافرون يقتنون تذكرة القطار المتوجه إلى محطة هواري بومدين انطلاقا من محطة آغا بوسط العاصمة. رافقنا المسافرين على متن هذه الرحلة التي استغرقت أقل من 20 دقيقة. الوجهة تاعي إن شاء الله هي العمرة، دونك لو ديبار إن شاء الله مع زوجونس، دونك هذا خط النقل اغا ايروبو المطار هواري بومدين سهلنا امورات بزاف، دونك سيرتو لما نكونوا عندنا باجاج تو كبير. بالنسبه للقطار هذا من اغا الايروبور فكره مليحه، فكره زوينه، ساعدت الناس بزاف. واحد من الناس انا ساعدتني اني ربي كما نقولوا مهم في السعر. ولدى وصولنا اكتشفنا محطه عصريه بخدمات لائقة، شاشات ولوحات ذكية للإطلاع على مواقيت وصول القطار، وأعوان استقبال لتوجيه وإرشاد المسافرين. دور تاعنا في استقبال المسافرين هو تسهيل التنقل من نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول، وذلك بتوجيه المسافرين والتوصية عليهم داخل القطار حتى الخروج. المحطة توفر أجواء مثالية لراحة المسافرين، قاعات انتظار مكيفة، مقاهي ومطاعم الوجبات السريعة، والأمن داخل المحطة على رأس الأولويات. حاجة شابة، ما كنتش على بالي بلي كاين دي كيما نقولوا مرافق كيما هادو. عندنا عشية فول، عشية البشار. اليوم رحنا في هذه المحطة، جينا هنا نديروا بتيت بوست، تقهوينا. الحمد لله هذه محطة بمواصفات أوروبية نقية. تيكل تمزيرو سي دو سعر ذكي، يعجبي حي، صافي جامي زري هكا مكان ماكي، صافي ينقاف قيمة إلا، تلحظ على الكافيتيريا تفض ينقاف قيمة، مالك راه حوايج تفض. هنايا عندنا دائما عمال يخدموا هنايا بالتناوب. رانا كيما نشوفوا اي حركه اي حاجه ماشي مليحه ولا انا نصيبها. ولتسهيل عمليه تنقل المسافرين تم رفع عدد رحلات خط اغا مطار هواري بومدين الدولي. نسعى الى خدمه المسافرين وتلبيه طلباتهم، ولذلك اضفنا رحلتين، رحله صباحا ورحله مساء. هي محطة عصرية بمعايير دولية، الرحلات عبرها تختصر الوقت وتوفر الراحة.